مرحبا مشاهدينا. جربتوا تهربوا من عجقة الحياة ومن ضغط الشغل وتسمعوا موسيقى؟ خلونا نسمع لحنا وياكم ببرنامجنا كلمة ونغمة. فقراتنا كثيرة طبعا مثل ما بتعرفوا مشاهدينا ومنوعة، وأغلبها بتكون عن الموسيقى وعن مشاركات طلابنا. خلونا نبلش نحن وياكم بفقرتنا الأولى وهي موهبة ولحن، اللي بيحاول فيها المايسترو أنه هو يشرح لنا كيف بيقدر يتعامل مع طلابه ويعلمهم موسيقى. بدي احكي عن تجربتي مع الاطفال، كوني انا كثير بحبهم، كثير بحب اتعامل معهم وبعتبرهم هن خزان اللي لازم نملأه بالشيء اللي لازم ياخذ حقه. من فتره تم تشكيل اوركسترا منظمه طلع البعث مؤلفه من 300 طفل ما بين غناء وما بين عازف. يعني طبعا السنه الماضيه قدمنا اول حفل
بمهرجان أغنية الطفل. قدمنا مجموعة من الأعمال الطفلية ذات الهدف، يعني شيء هادف له علاقة بالطفولة، له علاقة بعلاج بعض الأمور الحياتية للطفل. لاقت الحفل استحسان كتير كبير، كان الحضور حقيقة مبهور، لأنه أول مرة بتقدم هيك عمل لأطفال مع منظمة. سابقا ما كان عنده شيء اسمه أوركسترا للمنظمة. الحفل الثاني كان حملنا مسؤولية كبيرة، بناء على أنه الحفل الأول كان حفل كتير ضخم، جانا حفل تكريم الأسطورة الحية الأستاذ صباح فخري. طبعا هذا مسؤولية كبيرة، لأنه مثل ما بنعرف يعني صباح فخري علم من أعلام الغناء العربي. هذا الشيء استوجب منا نحن استنفار كامل لنعمل كورال يغني صح، لنعمل موسيقى عربية صح. مثل ما بتعرفوا أنت، الموسيقى العربية فيها أبعاد صعبة شوي على الطفل أنه يتقبلها من بوقت قصير. بيضاء لك دار يشوب صفا لك لسمين لقد عبيرا. بيضاء لك دار يشوب صفا لك لسمين لقد عبيرا. الوطى علي تحضيرات الحفل أخذت معنا تقريبا شهرين ونص، ما بين تحضير كورال، تحفيز الأغاني، تحفيز الموشحات، ما بين تحضير موسيقى. طبعا هذا العمل مو سليمان بس لحاله اللي قام فيه، كان معي مجموعة من المدرسين. أستاذ سموال شماط استلم آلات الموسيقى، الآلات الوترية بكل الاختصاصات تبعها، والأستاذ عيسى النجار أخذ آلات الموسيقى العربية. طبعا في أساتذة مساعدين كانوا موجودين معنا، بوجه لهم كل الحب والشكر. قاموا بدور كتير كبير لنوصل لنتيجة تليق بالتكريم الأسطورة صباح فخري. طبعا بدي أرجع بس أكد على هذا الموضوع، أنه نحن الحفل قدم على مسرح دار الأوبرا، المسرح الكبير. كان الحضور كتير سعيد باللي صاروا، خصوصا أنه الأطفال عم يكرموا صباح فخري. هذا حملني عبء كتير كبير، انه انا اقدر افهم شو لازم اقدم، شو لازم يغني الطفل، شو لازم نعمل لنوصل لهيكلية حقيقية وصحيحة نقدر من خلال نقنع هذا الاسطورة باللي نحن عم نقدمه. طبعا الاطفال غنوا موشح، غنوا دور، غنوا وصلات تراثية قدمها الاستاذ صباح فخري. قدمنا اطفال غنوا قصيدة وموال سولو،
انا قال لي الاستاذ صباح فخري الله طول بعمره جمله، قال لي انا اول مره بشعر انه انا كرمت من بشكل حقيقي. هو طبعا هو تكرم باكثر من مكان وباكثر من بلد، وعنا البلد كمان ما قصروا وكرموه كثير، ولكن هو هذا الكلام منه قال لي انا اول مره بشعر انه انا تكرمت. الحفل كان على سويه عاليه. مشاهدينا بفقرة ثقافة ومعرفة بحاول عطول المايسترو أنه هو يعطينا آخر التطورات بعالم الموسيقى ويحكي لنا أكثر عن تدريباته مع فرقته، وبنفس الوقت رح نسمع أجمل الألحان. خلونا نشوف نحن وياكم شو محضر لنا فريقنا لليوم. Меня зовут Анна Бёме. اسمي أنا بيومير، عضو بفرقة لاسالا كوارتت، وجينا لهون لنقدم حفلة بسوريا وبالشام، وجينا نقدم شيء جديد وبتمنى إنه يعجبكم. أنا اسمي ديما ترانوف، عازف كونترباس بفرقة لاسالا كوارتت للجاز. أنا وآنا أول مرة منجي لهون على سوريا، وكتير انبسطنا بالأجواء وبالاستقبال، وأكثر شيء حبيناه هو الأكل، كتير طيب. وهلأ طلابنا وكالعادة من مختلف المحافظات السورية رح يبعثوا لنا مشاركاتهم وتدريباتهم بصفوفهم وعلى مقاعدهم ومع مدرساتهم بفقرة من هنا وهناك. She just wants to be beautiful she goes and notice she knows no limits she craves Attention she praises An image she prays to be Sculpted by the sculptor Oh, she don't see The lights that shining Deeper than the eyes can find it Maybe we made a plan So she tries to cover up the pain And cut her woes away Cause cover girls don't cry After their face is made But there's a hope that's waiting for you in the dark You should know you're beautiful just the way you are And you don't have to change a thing the world could change
change its heart. No scars to your beautiful. We're stars and we're beautiful. Oh, 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 oh. And you don't have to change a thing. The world could change its heart. No scars to your beautiful. We're stars and we're beautiful. She has dreams to be an envy, so she's starving, you know. Cover girls in nothing, she says. Beauty is pain and a beauty in everything. What's a little bit of hunger? I could go a little while longer. She fades away. وهلأ مشاهدينا فقرتنا المحببة اللي هي سينما الحياة، منحاول كل مرة أنه نحن نسلط الضوء على موسيقى فيلم جديدة لحتى نعيش نحن وياكم وياها أجمل الأوقات. خلونا نشوف شو فيلم اليوم ونتعرف أكثر على الموسيقى تبعه. فينا ما حضر فيلم علاء الدين والمصباح السحري وقت اللي كنا صغار، بس هلأ والت ديزني أعادت إنتاجه عن طريق فيلم فانتازيا موسيقي سنة 2019 من إخراج جاي ريتشي، اللي تشارك هو وجون أوجست بنص أعيد كتابته من أول وجديد لحتى يتناسب مع الفانتازيا الموسيقية اللي كانت بهذا الفيلم. طبعا الفيلم مشاهدينا هو اقتباس مباشر من فيلم رسوم الكرتون اللي كمان انتجته والت ديزني عام 1992 وبيحمل نفس الاسم، اللي هو مستند من حكاية علاء الدين بألف ليلة وليلة. أبطال الفيلم مينا مسعود ونعومي سكوت وويل سميث، أبدعوا ورجونا أحلى الأغاني. خلونا نشوفها نحن وياكم مشاهدينا. We pride ourselves on service. You the boss, the king, the shah. Say what you wish is yours to dish. How about a little more baklava? Have some of column A, try all of column B. I'm in the mood to help you, dude. You ain't never had a friend like me. Oh, this the big part, watch out. This the big part, oh. Can your friends do this? Can your friends do that? Can your friends pull this out of their little hat? Can your friends go? Oh. Oh. I'm the genie of the land. I can sing, rap, dance if you give me a chance. Oh. Don't sit there buggy-eyed. I'm here to answer all your midday prayers. You got me bona fide certified. Got a genie for your shards of fans. I got a powerful urge to help you out. So what you wish? I really want to know. You got a list that's 3 miles long, no doubt. All you gotta do is rub like so. Mr. Aladdin, yes. One wish or two or three. Well, I'm on the job, you big nabob. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never had a friend, never had a friend. You ain't never, never had a friend. You ain't never had a friend like me. وهيك مشاهدينا منكون وصلنا لختام حلقتنا وجولتنا الموسيقية لليوم، وحاولنا قد ما بنقدر أنه نسمعكم أجمل الألحان. ومثل ما بلشنا حلقتنا بالموسيقى رح نختمها كالعادة بالموسيقى. لقونا الأسبوع القادم مع حلقة جديدة من كلمة ونغمة. إلى اللقاء.